السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المشاهدين متابعي قناه اطفالي في كي جي، اهلا وسهلا بيكم، دايما منورينا. والناس اللي بتشوفنا لاول مره نورتونا، وريت ما تنسوش تدوسوا على كلمه سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. قناه اطفالي في كي جي قناه تعليميه ترفيهيه بتساعد على تاسيس الاطفال في مرحله رياض الاطفال او الكي جي بطريقه سهله وبسيطه جدا. نعتمد على انشطه كتير ووسائل تعليميه، وهنبسط المعلومات جدا جدا للولاد. يا ريت تتابعونا وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير لو كان عجبكم ان شاء الله لما تشوفوه. النهارده حبايبي هناخد ماس نمبر 4 4 4. كونت معايا كده، تعالوا نشوف كم مكعب معايا. 1 2 3 4. 1 2 3 4. طب يلا نشوف معايا كده كم قلم. 1 2 3 4 1 2 3 4. طب يلا نشوف كده يا حبايبي نمبر 4 دوت بيتكتب ازاي. احنا طبعا اتفقنا ان كل نمبر في الدنيا او كل حاجه في الدنيا بيبقى ليها بيت خاص بيها. البيت بتاعها دوت ما ينفعش تخرج بره البيت. النمبرز والارقام والليترز والحروف بيبقى كده بتتكتب بطريقه معينه، المفروض كده نمشي عليها. طب النمبرز بيبقى لما بتيجي في البيت بتاعها بتبقى عامله ازاي؟ نمبر 4 دوت هكتبه ازاي يا ميس؟ بصوا معايا كده حبايبي، انا عندي كراسه الماس مسطره ازاي، مسطره مربعات. فانا عندي المربع ده كده مثلا، المربع دوت هو البيت بتاع نمبر 4. ينفع نمبر 4 لما اجي اكتبه اطلعه بره كده او كده او كده او كده؟ لا طبعا ما ينفعش. فانا هكتب نمبر 4 ازاي؟ نمبر 4 بيتكتب واحد طويل كده، وبعدين شرطه كده، وبعدين واحد صغنن ونازل بواحد كده. ده كده طريقه بكتب بيها نمبر 4. في طريقه تانية يا ميس؟ ايوه طبعا يا حبيبي. في نمبر 4 ممكن اكتبه مقفول. مقفول ازاي؟ كده وكده، واحد كده اهو، بس دوت كده بيبقى مقفول عامل زي المثلث كده. ده برضو بطريقه ممكن اكتب بيها نمبر 4. ممكن نمبر 4 بشوفه بالطريقه ديت، وممكن اشوفه بالطريقه دي، بس احنا كده عشان اطفال المفروض نكتبه بالطريقه دي. هنعمل واحد طويل كده، وبعدين شرطه، وبعدين واحد قصنن كده. طب نمبر 4 يا ميس خرج بره البيت بتاعه؟ لا طبعا ابدا ابدا، ما ينفعش يخرج دراعه كده مثلا ويبقى عامل كده. لا طبعا يا حبايبي كده شكله وحش خالص. طب يا ميس ممكن اعمل كده نمبر 4 كده؟ كده شخبطنا وخلينا شكل الكراسه بتاعتنا مش حلو خالص. نمبر 4 المربع اهوت قدامي، هعمل واحد كده واعمل واحد كده وانزل بواحد كده. دوت نمبر 4 الشرط ديت ما ينفعش تخرج بره كده، ولا الواحد دوت ينفع ينزل تحت كده، كده يبقى وحش خالص، ولا ديت ينفع تطلع فوق كده ولا كده. يبقى نمبر 4 هعمله ازاي؟ اهو ديت الطريقه صح خالص، هعمله بالطريقه دي، او ممكن كمان اعمله بالطريقه دي. يبقى نمبر 4 هشوفه بالشكلين، بالشكل دوت وبالشكل ده. زي فاكرين نمبر 1 كان برضو ليه شكلين؟ نمبر 1 كان ليه الشكل ده كده، كان ليه الشكل ده، وساعات كمان في ناس بتكتبه كده. بس كده هو المفروض يتكتب كده او كده، ده نمبر 1. طيب احنا حبايبي كده يلا نراجع على النمبرز بتاعتنا. احنا لحد دلوقتي اخدنا نمبر 1 2 3 4. 1 2 3 4. طيب يلا نشوف كده التمارين على نمبر 4. في عندي count، يلا حبايبي شوفوا معايا كده كام برتقانه. 1 2 3 4 4. طب ما ننساش ان احنا بنعمل حاجه
لما بنيجي بنعد دايما دايما كل مره بنيجي نعد فيها لازم نعمل ايه؟ لازم نخلي بالنا ان احنا نعمل شرط عشان ما نرجعش ونعد تاني. طب يلا كده نعد مع بعض 1 2 3 4. مين شطور خالص ومصحصح معايا واخد باله ان الميس كده غلطت ومعملتش شرطه؟ برافو عليكم، شاطرين خالص. ايوه كده، على طول عايزاكم مصحصحين مع الميس عشان الميس كده لما بتلخبطكوا لازم تبقوا مصحصحين معاها. يلا 1 2 3 4 عملت ايه؟ نمبر 4. طب يلا تعالوا عدوا معايا كده كم نجمه. 1 2 3 4 4. طيب يبقى انا كده خدت نمبر 4 وخدت تمرين كاونت عليه. ممكن اخد تمارين ايه كمان؟ ممكن اخد ماتش. ماتش يلا شوفوا معايا كده كم شنطة معايا هنا. 1 في النمبر 1 ده نمبر 1؟ لا طبعا. طب ده نمبر 1؟ لا برضو. ده نمبر 1؟ ايوه. يبقى هعمل ايه؟ هوصلها بيها. طب يلا نعد معانا كده كم موزة. 1 2 3. عديت كم موزة؟ 1 2 3. في النمبر 3 هو ده؟ ايوه طبعا. يبقى هعمل ايه؟ هوصلها بيها. طيب في النمبر 2؟ 1 2 1 2. هوصلها بدي. يلا كده كام مرة؟ 1 2 3 4. اخر واحدة 4 في النمبر 4 اهو، يبقى هوصلها بيها. يبقى انا كده خلصت كمان اكسرسايز. طب في ايه تاني؟ ممكن لون color 3 2 1 4. هعمل ايه؟ ديت مربعات اهي جاهزه عندي. ده الطفل هيلون على حسب كل عدد ازاي. تعالوا بصي كده معايا، انا عندي النمبر دوت اسمه ايه؟ نمبر 3. يبقى هعمل ايه؟ 1 2 3. عديت كم واحده هنا؟ 3. يبقى هعمل ايه؟ هلون دول بس. طب ينفع الون دول يا ميس؟ لا، كده بقينا 4. طب يلا كده نشوف دوت نمبر ايه. نمبر 2. يلا هنلون كم مربع؟ 1 2. طب ينفع يا ميس اجي على دوت ادخل على دوت؟ لا، لو انت دوت يبقى انا كده غلط، انا كده بقى 3 يبقى كده غلط. طب هنا عايز الون كم مربع؟ مربع 1 يبقى 1 ده بس. ليه؟ عشان دوت 1 بس، انما كده لو انت دوت كمان يبقى كده 2 يبقى كده غلط. طب دوت نمبر 4 1 2 3 4 4. يبقى كده هلون دولت بس. ماشي. في برضو ممكن تمرين بتاع درو، ان انا هعمل الشجر للطفل وهو هيلون، هكتب النمبر وهو هيلون على حسب النمبر المكتوب. وكده خلصنا نمبر 4. ولو كان الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تدوسوا على لايك للفيديو، وما تنسوش تشوفوا الوصف بتاع الفيديو. ان شاء الله هتلاقوا لينكات كتيرة للفيديوهات تعجبكم جدا جدا ان شاء الله لما تشوفوها، وهتشوفوا انشطة كتيرة عليه. ولو بتشوفونا لاول مرة يا ريت ما تنسوش تدوسوا على كلمة سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.